شاف النص ديال وجهي جاتني باراليزي فاسيال. وي ناقده سينمائيه واحد السيده اللي كتقرا بزاف وكتفرج في الافلام بزاف وكتكتب عليهم. بوشفار تعدي باحثة بسلك دكتوراه بالمعهد الجامعي للبحث العلمي وحاصل على شهادة الماستر بالإعلام والهجرة من المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط تخصص إعلام وهجرة وناقدة سينمائية شابة. أنا في المسار ديالي تعرضت لبزاف ديال واخا أنا ما كنسميهش بوغ لانستون باسكو مسار لأن أنا بالنسبة لي جو سوي توجور أون ديبي دو كارييغ، مي كان من هاد الشيء لحد الآن فين وصلت تعرضت لبزاف ديال المصاعب ومنها كنت ديجا قلتها في واحد لا فيديو كانوا ديجا داروها معايا سكو أنني أنا كان جاني شلل في الوجه ديالي بسبب أنني كنت سقطت في لا بروميير اني ديالي ابري الباك شوز كو بالنسبه لي يكون يرجع بيا الوقت لدابا سي كيكو شوز دو تري نورمال لان شي حاجه عاديه ممكن ما يمكنش حنا ديما نكونوا ناجحين بيان سور هذيك سيتي جوست اون سول ايتاب مي ابري كان موراها بزاف ديال لي ايتاب وديال الحوايج كيمون بريزي اون فات كيمون اش غنقول لك كاين بزاف ديال الحوايج اللي تعرضوا الطريق ديالي بزاف ماشي ان هذيك فهاديك من سقطت مثلا ما كنتش عاودت في الميم ايكول جي دو نقلب على اون اوتر ايكول مثلا بوغ ماسكريغ اي تو سا جي في ان اوتر باركور مثلا كنت في اون ايكول مشيت درت لي ستيا مثلا يعني ان واحد الانسان جايب ان باك افيك اون مونسيون كان كيحلم انه يدخل لواحد المدرسه اللي كبيره اي تو مي باغ لا سويت اي سو تروف انه في ليستيا يعني ماشي سو ني با ايفيدون من بعد من مورا انا ما خديت الدبلوم ديالي جي شومي عرفت شنو هو الشوماج ابري الباك درت اون فورماسيون جيني لوجيسيال اي ريزو اي سا نا با مارشي ومشيت درت استيا درت جيني ريزو انفورماتيك باغ لا سويت جي شومي بوندون اون اني شنقول لك جالس في الدار كتقلب على خدمه كتخدم مره فريلانس مره كتقلب على ان ستاج مره كتقلب على توت لي زوبورتونيتي كي سو بريزونت قدامك جوست باش ما تبقاش جالس في الدار ابري درت ليتيراتور فرونسيز في لافاك ديال القنيطره بنو طفيل درت 3 سنين ديال الاجازه تخصص ادب ليتيراتور ومن موراها درت ماستر في الاعلام والهجره بالمعهد العالي للاعلام والاتصال ومن موراها سلك الدكتوراه بالمعهد الجامعي للبحث العلمي باش دخلت انا المجال ديال النقد السينمائي كنت خديت ان بري في 2017 في مهرجان تاسميت للسينما النقد النملال في لا سيكسيون فرانكوفون كنت خديت جائزه احسن مقال نقدي باللغه الفرنسيه وموراها تنشر في جورنال ليبراسيون ومن ثم واحد العضو من جمعيه النقاد الجمعيه المغربيه للنقاد السينما قرا لارتيكل ومن بعد عرضوني لواحد ليفينمون اللي كان عندهم ديال النقد السينمائي كان كيتسمى بالخلوه النقديه تما عرفت شنو هو النقد السينمائي وكومون سا مارش لي شوز باش تكون مثلا ناقد سينمائي خاص الرؤيه سي نورمال رؤيه نقديه برؤيه نقديه انك ما كتفرجش في الافلام كاي انسان عادي لانك تكون عندك ان كادر دو ريفيرونس كاين ناقدات سينمائيات قلالين بزاف اللي ما كنعرفوهمش حنايا بون ماشي كتلقى الكتابات ديالهم على الساحه ولكن ما معروفينش بزاف الصراحه انا ما شكل لي حتى شي مشكل انني نكون في واحد الوسط اللي فيه بزاف ديال الرجال يعني شي حاجه بالنسبه لي اللي عاديه لانه كمجال كاي المجالات لان كنشوفوا دابا حتى امراه سائقه الطاكسي مثلا امراه سائقه الشاحنه امراه كدير شي حاجه اللي كيديروها غير الرجال دونك ما كاينش المشكل المجال الابداعي مفتوح للجنسين الذكر والانثى اللي ان فيت اوكي جي كولابوري اللي سميتو ميغراسيون او ماروك لامباس هذا كتاب كيهضر على الهجره في المغرب
كاين حنا تسعود ديال الكتاب، وانا كنت ما بين الطلبه اللي متخصصين في الهجره، وكتبنا هذا الكتاب على الهجره في المغرب، وعلى بزاف ديال باش نبينوا واحد دوطخ فاسيت دو لا ميغراسيون كاينه في المغرب. انا اللي بغي نقول لاي امراه انها تثق في راسها، تثق في القدرات ديالها، وان طوطا سواء الغاني واحد النهار غادي توصل وغتحقق داك الحلم ديالها كيما بغى يكون هذا الحلم.